السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، عن باقي الانديه المصريه. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الاهلي دائما فخر الصناعه المصريه، الاهلي فخر مصر، الاهلي فخر العرب وافريقيا، الاهلي دائما يبدع ويمتع ويقنع ويكتب التاريخ للرياضه المصريه. الاهلي ثالث العالم على حساب بطل اوروبا، بطل العالم نادي برشلونه في كاس العالم لكره اليد. الاهلي يحصد الميداليه البرونزيه في المشاركه الخامسه، الاهلي يحقق رقم جديد و مركز جديد بالنسبة لي. النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي في أولى مشاركاته في 2007 قدر يحقق رقم عجز عنه كل الأندية الأفريقية بما فيها نادي الزمالك، إنه يوصل لتاني العالم في مونديال 2007 واللي استضافته القاهرة واستضافه النادي الأهلي بعد المركز الأول لريال سوسيداد في 2007. الأهلي كان المركز الثاني. النهاردة مع تطور كرة القدم وتطور لعبة كرة القدم على مستوى العالم وقوة جديدة على مستوى العالم، النهاردة النادي الأهلي بيفوز على عملاق أوروبي، عملاق عالمي، عملاق تاريخي، نادي برشلونة 32-29. عزيزي ارفع راسك فوق، لأول مرة نادي مصري يلاعب بطل أوروبا ويوصل الفارق لسبع أهداف، سبع أهداف في أول 20 دقيقة. النادي الأهلي كان واصل الفارق ما بينه وما بين برشلونة لسبع أهداف، لدرجة إن أنت لو ما تعرفش الأهلي لابس إيه وبرشلونة لابس إيه هتقول اللي لابس أخضر هو نادي الأهلي واللي لابس أحمر هو نادي برشلونة، لأن الأداء كان راقي جدا، الأداء والمستوى كان عالي جدا جدا. ولكن عزيزي الأهلاوي، هذه الأمور بالنسبة لنا هي أمور بسيطة، لأن حاجة مش جديدة على النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما دايما لعبته في كل الألعاب الرياضية، لعبت النادي الأهلي بتبذل أقصى ما لديها، تيشيرت النادي الأهلي وروح الفانيلا الحمراء بتكون موجودة في المنافسات العالمية بشكل يذهل الجميع. النادي الأهلي قسى على أبناء برشلونة وأبناء أسبانيا، الماتادور الأسباني، كان هناك ماتادور أهلاوي يدهس الماتادور الأسباني ب 32-29 عشان يفوز بطل أفريقيا بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد واللي بتستضيفها مصر. طبعا كان في إيدينا نعمل المركز أكتر من كده، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كان في إيدينا نكسب ماجدبورج بطل العالم بمزيد من التركيز فقط في الدقائق الأخيرة. ولكن الحمد لله، الحمد لله المركز الثالث مش قليل في بطولة كأس العالم للأندية للنادي الأهلي، مع مدرب عظيم، مع مدرب له اسمه على المستوى العالمي، ماديسون المدير الفني للنادي الأهلي لكرة اليد. مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، ارفع راسك فوق، انت أهلاوي ارفع راسك فوق، ناديك ثالث العالم. الغريب بقى والعجيب عزيزي، نادي الزمالك ما كانش هيلعب اصلا كاس عالم انديه. يعني النادي الاهلي دي المشاركه الخامسه للنادي الاهلي. السنه اللي فاتت النادي الاهلي حقق المركز الثالث لما كسب بنفيكا البرتغالي في السعوديه. السنه دي الاهلي كسب برشلونه في القاهره. لو كان كاس العالم السوبر جلوب اقيمت في اي بلد اخرى غير مصر، كان الاهلي هيشارك بصفته بطل افريقيا ونادي الزمالك خلاص بره اوت، بره اوت. ومع هذا وبالرغم من المحاولات الكتير اللي الدكتور حسن مصطفى فخر الرياضه المصريه، رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، اللي كل سنه بيخترع حاجه جديده عشان يدي فرصه للزمالك يشترك، عشان يدي فرصه لأكبر عدد من الفرق المصرية تتواجد في كأس العالم للأندية. يعني من سنتين اخترع فكرة أن بطل البطولة العربية يشارك في كأس العالم، وسبحان الله في السنتين كان نادي الزمالك هو اللي ما بيتأهلش وهو اللي يروح يشارك في البطولة العربية عشان ياخد فرصة التأهل لكأس العالم. ومع هذا كان الزمالك يفشل فشلا ذريعا، لحد ما الراجل زهق وقال لك خد يا مصر استضيف انت البطولة عشان الزمالك يقدر يشارك. ومع هذا جمهور الزمالك بيهاجم دكتور حسن مصطفى وبيشتمه في دكتور حسن مصطفى بعد ما الزمالك حصد المركز السادس. شتان الفارق عزيزي،
بين نادي فخر لبلده حصد المركز الثالث، وبين نادي آخر من 7 فرق طلع المركز السادس. جمهور الزمالك ماسكين دكتور حسن مصطفى شتيمة وقلة أدب، مش كل جمهور الزمالك أكيد، بعضهم، ومؤامرة من أجل منح المركز الخامس لنادي الخليج السعودي على حساب نادي الزمالك المركز السادس على مستوى العالم باعتماد فارق الأهداف. طب ما هو بفارق الأهداف ومعروف اللائحة من الأول، اللائحة بتاعت البطولة، إن أحسن ثالث أو أحسن تاني في المجموعات الثلاثة اتحدد عن طريق فارق الأهداف. فبالتالي لما تيجي في الترتيب خامس وسادس لازم يكون في فارق أهداف، لازم يكون في فارق أهداف. أنت بقى حضرتك جاهل جهول، دي حاجة ترجع لك، لكن إيه الفكرة يا جماعة؟ كل لما الزمالك يتداس عليه في حتة نطلع نقول مؤامرة، نطلع نقول اصل فلان الفلاني بيجامل. الحمد لله ما جاتش النادي الاهلي المره دي، الحمد لله ما قالوش اصل الاهلي خد المركز الثالث بمجامله من حسن مصطفى. وارد على فكره يطلعوا يقولوا كده، وارد جدا، وانا منتظرها ان بعض صفحات الزمالك تطلع تقول ان حسن مصطفى ظبط الحكم ورشى الحكم عشان يظبط النادي الاهلي امام برشلونه. النادي الاهلي في بيان رسمي بيعلن عن تفاصيل اجتماع الفيفا التنسيقي لمباراة العين الإماراتي النهاردة ظهر اليوم. طاقم إداري من النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وبحضور دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي في اجتماع تنسيقي مع مسؤول الاتحاد الدولي الفيفا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العين الإماراتي في بطولة انتر كونتيننتال كاب يوم 29 اكتوبر القادم. وقال ان خلال الاجتماع تم مناقشة كافة الامور التنظيمية الخاصة بمباراة العين وموعد وصول الفريقين للعب المباراة لملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق والاماكن المخصصة لوفد الفيفا وكمان مسؤول الفريقين داخل الاستاد والحضور الجماهيري والحقوق التجارية الخاصة بالمباراة. وأكد المهندس خالد مرتجي على استجابة النادي الأهلي لكل طلبات نادي العين الإماراتي في ظل العلاقات الوطيدة والقوية في اللي بتربط الأهلي بأشقائه بالأندية الإماراتية، فضلا عن أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي. كلام محترم جدا، كلام مهم جدا. النادي الأهلي دائما في على مستوى كل الألعاب الرياضية هو فخر مصر، هو فخر العرب، هو فخر أفريقيا الحقيقي. نادي الأهلي يا رب يديمه علينا نعمة دايما، مصدر السعادة والإلهام لكل جماهير النادي الأهلي. دايما بسأل سؤال، هو نادي البنك الأهلي إيه فايدته المرجوة من وجوده؟ نادي كل سنة بيعمل 10-15 صفقة، مش كل سنة، ده كل ميركاتو، وفي النهاية بينافس على الهبوط وبيلحق نفسه آخر 3-4 أسابيع. نادي البنك الأهلي اللي بياخد لعيبة من نادي الزمالك كسر وبيدفع ثمن محترم لنادي الزمالك. وبرضه بسأل يعني على أي أساس؟ يعني في لعيبة هم باعوها للزمالك ورجعوا اشتروها تاني من الزمالك تاني سنة بعد ما فشلوا في الزمالك، رجعوا اشتروها بأكتر من القيمة اللي دفعها نادي الزمالك. سيد نيمار لاعب اثبت فشله داخل نادي الزمالك، الزمالك عايز يتخلص منه، طب نعمل ايه؟ الزبون موجود، الزبون اللي هيكايش فلوس كتير وهياخد وريحنا من المشاكل دي موجود، مين؟ البنك الاهلي. فانا عايز اسال سؤال، البنك الاهلي ومسؤول البنك الاهلي، انتوا امتى هتنافسوا على بطوله؟ وايه الغرض من كم ولوكشه اللعيبه اللي كل موسم وكل ميركاتو بتعملوها؟ عايز اقول لجنه الانضباط وعقوبات لجنه الانضباط، ودائما لا يوجد تحرك الا في حاله عقوبه النادي الاهلي. دايما لما يكون في حاجه تخص النادي الاهلي العقوبات تكون بسرعه والتحرك اسرع والعقوبات تكون أقوى.
ومضاعفة. وأذكركم وأذكر نفسي بتصريح لثروت سويلم لما قال إحنا لما بنضاعف بنعاقب الأهلي بنعاقبه عقوبة مضاعفة. ليه يا باشمهندس ثروت؟ قال لك عشان يبقى الأهلي يبقى عبرة للكل. يضرب الكبير يخاف السايب. فإحنا بنضرب في الأهلي عشان الكل يخاف ويعتبر. فكهربا يقول أوف أح، كهربا حطه صح، لا اديله 12 مباراة. 12 مباراة. ماتش الاهلي وبيراميدز، انتوا عايزين نعاقب بيراميدز بس؟ لا، هنعاقب الاهلي كمان. فهناك عقوبات قويه جدا على النادي الاهلي وعلى لاعبي نادي بيراميدز. والاتحاد المصري لكره القدم مشكورا يعني خايف يعلن العقوبات من رده فعل نادي بيراميدز، هو مش خايف من النادي الاهلي. هما مش خايفين من النادي الاهلي. العقوبات قوية جدا على النادي الأهلي، ولكن هم مش خايفين من النادي الأهلي ولا خايفين على النادي الأهلي، هم خايفين من ردة فعل بيراميدز. بيراميدز واستثمارات بيراميدز الخضراء، فالناس خايفة من رد فعل نادي بيراميدز. مش فارق معاهم إن لعيبة الأهلي تستبعد، مش فارق معاهم إن لعيبة الأهلي يتم إيقافها بالرغم إن هم ما عملوش حاجة، مش فارق معاهم ان اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي يتم ايقافهم وحرمانهم من حضور مباريات بالرغم ان هم ما عملوش حاجة. بس اللي يفرق معاهم ان ممدوح عيد يزعل، ان سالم الشمس يزعل. وبناء عليه الاتحاد المصري لكرة القدم رجع توصيات لجنة الانضباط ليها تاني عشان تخفف العقوبات على نادي بيراميدز، عشان تخفف العقوبات على نادي بيراميدز. المدعو مهيب مبلط السيراميك، وهنا لا أقلل من مهنة مبلط السيراميك، ولكن من شأن هذا الشخص اللي طلع هبد هبدة كعادته مهيب الهبيد، وقال إن مارسيل كولر يدرس الرحيل عن النادي الأهلي بعد تعيين الكابتن محمد رمضان، وان مارسيل كولر رافض فكرة مدير كورة، لكن ادارة الاهلي فرضت عليه هذا المنصب. مش بس كده، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي. مبلط السيراميك اعلن ان الاهلي تواصل كمان مع هيرفي رينارد. يعني مش بس ان كولر ماشي، لا، ده الاهلي كمان مسبق وتفاوض مع هيرفي رينارد من اجل انضمامه لتدريب القلعه الحمراء. عايز اقول لمبلط السيراميك اللي بيثبت لنا كل يوم ان مهنه الاعلام هي مهنه من لا مهنه له، بالعكس، ان اللي المفروض هو يكون صحيح، لكن كون ان واحد زي مبلط السيراميك ده يكون بيقدم برنامج وبيطلع في قناة محترمة، ده أكبر مثال على البتنجان اللي موجود في الإعلام. الأهلي لم يتفاوض مع هيرفي رينارد، مارسيل كولر سيعود لتدريب النادي الأهلي، كولر لم يعترض على تعيين مدير كورة للنادي الأهلي، تم إبلاغ كولر بالسيرة الذاتية لكابتن محمد رمضان، ولم يمتعض ولم يعترض كابتن مستر مارسيل كولر، وفي اجتماع مع لجنة التخطيط بعد عودة كولر من سويسرا غدا بإذن الرحمن. أتمنى من الناس تحترم نفسها، وبلاش أي حاجة على الفاضي نحط اسم النادي الأهلي ومدرب النادي الأهلي. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم، سلام.